Loco, so loco, loco, make me go crazy. أول مرة فلوقي قدام صاحبتي، مش أول مرة فلوقي لكن نهضر بحال هكذا يعني معايا انا بس عليكم شنو تكونوا كلكم مزيانين. دونك هذا النهار جينا ما بغيش واحد ما يدخلش الطواليت حيت انا يبغي يهضر. دونك هذا النهار جينا الكارفور حيت غادي نتقداو شي حاجات ديال رمضان وداكشي. المهم البنات كما قلت لكم جينا نتقداو شي حاجات نتقداو ماشي نتقداو. هاي 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 المهم بغيت نوريكم الاوتفيت. انا لابسه هاد لاشينيز حمراء اراك من بعيد. هاد البنطلون هذا واش بدينا اونو هاي لابسه وعاشوا شعرها شمن صافي عاشني فاني كمادي ها هي ضروري ولكن هذه مولاها راه عادي سنه 3 دراهم. السلام عليكم اش بديكم نهربوا عليا دابا غادي نمشيو ندورو غادي نمشيو للمروه غادي نشارك معكم شي حاجات. المهم هذا النهار كله غادي تبقاو معايا وصافي. اول مره ندير فلوق بحال هكذا كتسولوني بزاف علاش ما كنديرش فلوقات برا وصافي يلاه نمشي حتى كنخاف نصور ندير واه كنخاف نصور او ميرسي على التساعد والمساعده ديالي. يلا هيا بينا هيا بينا. المهم جايز مهود التليفون حتى باش ما يعرفوش بلي كنصور حيت لا عفوا كنصور خلينا نصور نوحيدو من لي فيديو. واش فيش فيها الطابلو واري 79 درهم زيدي 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 شنو ما تحط داك التليفون. انا ولاو يعجبوني الماعن شنو اش بغيت سيلي لاك حتى هي انا في خاطري حنا نبانو كل كربات هكا واو صراحة ما كاينش شي حاجة شي والله لا بغيت ندور من جهتهم انا قلت غادي نلقاهم غاليين المكياج مكياج كيف حنا المغرب ديالنا كذا ماشي المغرب سيرتو وجدة وجه بستان ديال كاتريس. هاي وجه بستان ديال كاتريس هو داك اللي هضرت عليه نهائي لباربي شادي 89 درهم صحيبا اللي فيه هذا ابيض وهذا كحل راه في لي ريفيرونس لا ولكن قال كيجي كاع مع ابيلي ماشي هو هذا هذا اللي كانت هضرت عليه داك النهار شتي هاد الهايلايت رجاء هذا هو الكونسيلر اللي بغات رجاء هاي ديه لها مسكين البنات جابوا هاد لاماك هاد هاديك اللي بغيتها لكم دونك جابوا المقشير لا انت كتبغي الشيكون انا كنبغي الشيب يلا انا يلا غادي تخوف اوريجينال دات لي نفس السكر انا خبرك جاي في المرايا جاي على المرايا نو اش في دوك الساكن زينين جايز دخلنا المروه هذا كولا غالبنات غادي يحمقني موف واو البنات خرجنا مروه صراحه ما لقيناش فيها شي حاجات عندهم الكسوه بازيك يعني بالنسبه للبنات اللي كدايرين الحجاب تصلح لهم زعما ديك الكسوه اما حنايا فاللي طالقين شعوراتنا وصافي هذا مكان دونك جينا هنايا هبطنا هنا نتايا يلا شوفوا في الطو ديالنا جينا هنا باش نتصور هنا انا فريمون كتقنطني وكتزيت الوجه لاحظتيها وكدير الحبوب ولكن اختي كنا ماشي مشكل خصنا ضروري نديرو الكمامه ونديزانفيكتيو يدينا. المهم البنات انا دابا غادي نتحركوا غادي نمشيو لشي بلاصه ما غادي نشارك معكم فين غادي نمشيو وباي.
رحنا لكم. جينا لواحد البلاصه سميتها اسباس الحنين. البنات اللي ساكنين فوجده غادي يعرفوها. لا شوف ضروري نشري هذا في النهار ضروري زين ما على هادشي. برجر بالتشيز بالفرماج والتشيكن برجر. لا مفيش برجر. المهم البنات هذا هو الغداء ديالنا بومس بيتزا فريدنا وصافي. لما كان درهم عند مول الحانوت وعند هذاك مول الحانوت ديال 5 درهم
خديتو 5 دراهم. البنات خديت شي حوايج ديال الماكله ولكن ما صبرتش كيما عارفين، خديت الكاشير ب 5 دراهم وخديت الشيبس حتى هي ب 5 دراهم، كلشي عنده ديال 5 دراهم. دونك هذا الشيء اللي ما حليتوش غادي نوريه لكم حيت راه كبيره ملي جيت. دونك هذا ايديال، هذا رايب، دونك خديتو غير باش نجربو اوكا وعجبني نعاود ناخذو. المهم هذا رايب، راكم عارفين رمضان ما بقى له والو، قلت علاش لا ما ناخذوش ونجربوه شي نهار ونصحرو به. دونك حنايا غير ربعه في الدار فغادي نقدنا. من بعد البنات شنو كاين بعد البنات؟ واحد الحاجه زوينه اللي غادي تعجبكم واللي هي هاد الماكارون هذه الكبيره. دونك ما عرفتش كتشوفوا، دونك هكا كتجي زوينه بزاف وحلوه كما كنقولوا. البنات اللي كيهملوا لهم الحلقات، اللي كيهملوا لهم السلاسل، تقدري ديريهم هنايا، تقدري ديري لي بونبون، المسكه، اي حاجه، الشارجر ديالك، لي كيت، اي حاجه. دونك هذه نحيدوا لها هذه البيتيكا. دونك كيما شفتوا انا خديت هاد الحوايج هادو، للبيت، يعني باغي شي حاجه للبيت، شي حاجه اللي نستغلها. دونك زوينه بزاف وبخاتيك زعما كتحطوا فيها الحوايج الحويجات ديالكم باش ما يهملوش. وفوالا حيت هو تردها. من بعد البنات خديت هاد لي لانجيت هادو، دونك هاد لي لانجيت هادو عجبني الشكل ديالهم صراحه بالله. وكما قلت لكم هذا ديال 5 دراهم، يعني ما نقدرش نمسح بها وجهي ولا ندير ماكي بها عينيا، ماشي شي حاجه ولكن ما نقدرش انا ندير ماكي بها وجهي. هادو البنات غادي نديرهم غير في الصاك ديالي الا كنت خارجه، الا كان ضروري خصني كلينكس ولا خصني لانجيت. المهم البنات هذا شكلهم زوين، كيجيو هكذا كيوت في الصاك. دونك هذا راه غير صغيورين، تقدري تاخذيهم في الصاك ديالك. هذه البنات كندير 5 دراهم، الريحه ديالهم زوينه زوينه بزاف، دايره بحال صابون، بحال غسله، بحال غسله يديك بالصابون. على داكشي قلت لكم هادو يصلحوا غير اليدين. من بعد البنات انا كنت كندير بزاف الصباغ اليدي، وهاد الايامات هادو كيعجبني صبغ ظفاري، وديجا انا ما كنربيش الظفار بزاف، فخديت هذا ديال مادونا، هذا معروف، ولكن هذا ديال الصبار فريمون. هذا كنت ديجا جربته، عجبتني ريحته بزاف، والبنات الا لقيتوه غير خذوه، حسن داك الغوص. هذاك الغوص كيوجعني في العينين، البنات اللي عندهم الحساسيه غادي يعرفون على الكنهضر. دونك كيوجعني في العينين وداير بحال الكول وقاصح بزاف، فهذا البنات زوين وهذا كندير 5 دراهم. من بعد البنات خديت هاد لابوساطون، هادي لختي كانت بغاتها وشتها ودارت لي طن في الراس، قلت علاش لا ما نديهاش الرجاء. دونك هادي زوينه ورطبه، حتى فهادوك السنينات ديالها رطبين، وفيها هادي باش تبلعوا بها. هادي كنديرها 5 دراهم في الحوانت، دايره اكثر من 5 دراهم، شي 20 درهم ولا مانيش عارفه. دونك من بعد خديت هاد المسكه هادي. دونك انا هادي ديجا حليتها، اي حاجه ديال الماكله عفوني بالله حليتها في الطريق، ما كنقدرش نصبر. دونك هادي مسكه ديال فلاش اللي كديرها 5 دراهم حتى هي، وصراحه ما فيهاش بزاف، ولكن كيعجبني نحط هاد لي دروك بحال هكذا نحطهم في الصاك. يعني كليتي شي حاجه برا تقدري تاكلي مسكه تمشي كليك الريحه، بحال دوك لي لاجات كليتي شي حاجه برا تمسحي بهم. دونك بخاتيك كتوريكم واحد الفريزه بحال هادي، ولكن البنات هادي خديتها من عند مول 5 دراهم، ولكن ما فيهاش داك اللون كما هذيك اللي قبل اللي وريتها لكم في المشتريات ديال اقل من 100 درهم، حيت هادي غير مرطب وصافي، يعني فيها واحد اللون خفيف، اما الاخرى فيها واحد اللون يعني قوي وكيبان، يعني تقدروا تخرجوا به. اما هادي غادي غير نرطب بها على لافقه ديالي في الليل وصافي. ومن بعد البنات من عند واحد المحل ديال الميك اب خدينا هادي. دونك هادي رمشه رمشه، بغيت نجربهم باش ان شاء الله ما نبقاش ندير الماسكارا، بغيت نخلي رموشي يرتاحوا، فغادي نجربهم ونرد عليكم. دونك هادو كانوا دايرين 10 دراهم، وهكذا كيجيو انا راهم تقطعوا لي تقطعات لي الباكيج ديالهم، ولكن كيجيو بحال هكذا. وصافي البنات كان هذا هو الفيديو ديال هاد النهار، دابا غادي نمشي نتعشى وغادي نختم لكم هنا الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. الى عجبكم بحال هاد لو جونغ ديال الفيديوهات مع صحاباتي نقدر نعاود ندير بحالهم، شي مرات كنخرجوا اونصوم، شي مرات كل خطره مع ما كنخرج. وهذا ما كان البنات، جيسبر يعجبكم الفيديو، متنساوش البنات تابوناو في لاشين، الضغط على زر الاشتراك ديروا واحد الجيم كبيره، ودخلوا الانستغرام ديالي نحط لكم هنا اولا هنا.
باش تدخلوا، حيت كنكون شي مرات اكتيف وشي مرات ماشي اكتيف. وعافاكم ما تكتبوا لياش في لي كومونتير، ما تبقيش تخبري، حيت كنحاول ما امكن انني ما نخبرش عليكم. انا جيت مشغوله باش الله اعلم. دونك مولا البنات نضرب لكم موعد في الفيديو الجاي ان شاء الله، وغادي يكون الفيديو الجاي مشترياتي اللي غادي يكون واحد الاول كبير، دونك بزاف ديال البنات كيتسناو. وفوالا البنات بيزو، وكنبغيكم بزاف، وتهلاو ليا فراسكم، ورمضان مبارك سعيد، خلي لكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، وباش ما تمنيتو تهلاو ليا فراسكم. باي باي.